هواي شباب طبعا جاي يتقفص عليهم بسوق الغزل يشترون دجاج على اساس عرب اصلي، وبعدين من يوصل للبيت يطلع دجاج ايراني او افراخ ايرانيه. بهذا الفيديو راح اوضح لكم شلون نميز الايراني عن العرب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طبعا ماكو احسن من الدجاج العرب، يعني كل الانواع مال الدجاج ما تتحمل الاجواء اللي موجودة عندنا بالعراق مثل ما يتحملها الدجاج العرب. شكله جميل، الوانه تختلف، غزارة الانتاج مالته تختلف عن باقي الدجاج، حتى احسن من الايراني، احسن من باقي هواي انواع مال الدجاج زينة. الدجاج العربي يتحمل اجواءنا، وهاي اهم نقطة نميزه، انه الالوان مالته مثل ما تشوفون هاي الافراخ دجاج عرب اصلي. ولو شفت ايش كم طير من عتن يمكن ايرانيات، بس على العموم هاي الافراخ كلها عرب. اول شيء يعني اهم ميزه يميزها عن الدجاج الباقي الافراخ الباقيه هو الرشاقه مالته. الرشاقه مال الافراخ العرب تلقاها تختلف عن الرشاقه مال الدجاج كل الانواع الدجاج، شويه يصير ناعم مبين، يعني نشط ضعيف، مو سمين او ريش الجناح مالته اطول من عمره. فهذا دجاج العرب. الوانه تختلف، الوانه شيء ما يشبه شيء، الوانها مو تقول قصه وحده لونها احمر او قصه وحده، لا شيء ما يشبه شيء. هذا الافراخ الدجاج العرب هيك يصير شكلها. اما افراخ الدجاج الايراني ما اقول عنها قاصره او مو زينه او غيرها، وإنما يكون إنتاجها أقل، يكون وزنها أكبر من الدجاج العرب، يعني تاكل علف أكثر، ما تتحمل أجواء الحر. مثلا إذا تريد تربي الدجاج فوق بالسطح، الإيراني ما يتحمل مثل الدجاج العرب لأن خفة الوزن مالته. هذاك يصير ثنائي الغرض، الإيراني يصير ثنائي الغرض. شنو معناته ثنائي الغرض؟ يعني ممكن يشيل وزن زايد، يعني نستخدمه للذبح وبنفس الوقت بياض. إنتاجه أقل من الدجاج العرب. شكله أيضا مثل ما تشوفون هاي قدامكم الأفراخ تقريبا قصة لون واحد، هذا الأحمر برصاصي، يعني بأحمر بلون أسود أغلبهن هذا يجي اللون. وإذا كلش يعني محتارين أو ما تقدرون تميزون، تلقى الأفراخ الأبرقيبة متوفرة هواي بالدجاج العرب، لازم يطلع بيهن أفراخ أبرقيبة، يعني نسبة 5-10% لازم تطلع بيهن أفراخ أبرقيبة. هاي الأفراخ العرب، يعني إذا ما تريد يعني شغلة مضبوطة، الأفراخ الإيرانية نادرا ما يجي بيه أبرقيبة، بس الأفراخ العرب من 5-10% أكيد موجودة أفراخ أبرقيبة بنصهم. وأفراخ أبرقيبة نوعية معروفة وجيدة جدا همين، حالها حال دجاج العرب. طبعا حتى الأسعار تكون بيها فرق، يعني فرق 1000 أو 2000 دينار على الزوج الواحد. وأتمنى لكم كل التوفيق أخوان.